السلام عليكم جميعا. في سلسلة دروس للشرح صناديق أدوات الأرت البوكس ومجموعات الأدوات، بالإضافة لشرح جميع الأدوات من خلال موقع GIS4U. الشرح راح يكون بسيط وسهل جدا، لذلك في هذا الفيديو راح يتم شرح صندوق أدوات البارسل فابريك تولز، بالإضافة لمجموعات الأدوات اللي بداخله والأدوات جميعا. وقبل الشرح يتم في هذا الفيديو شرح الأمور التالية. في عنا جدول إكسل فيه شرح جميع الأدوات ومسار جميع الأدوات الخاصة بالبارسل فابريك تولز. نقوم بفتح الجدول الإكسل. موجود عندنا 5 أدوات، طبعا اسم الأداة باللون الأحمر، وعندنا هون مسار الأداة، صندوق الأدوات ومجموعة البيانات، بالإضافة لوصف الأداة. وأي شخص يرغب بالحصول على هذا الجدول الإكسل بتعليق صغير أسفل هذا الفيديو راح يتم إرسال رابط من خلاله يتم التنزيل. طبعا يفضل مشاهدة هذا الفيديو لأي شخص مستواه في برامج الأرك جي أس فوق الأساسي لتسهيل الفهم. نرجع الأرك ماب، طبعا راح يتم شرح جميع أدوات البارسل فابريك. تابع هذا الفيديو حتى النهاية لمعرفة طريقة وفهم جميع الأدوات الخاصة بالبارسل فابريك تولز. نقوم بفتح أي متصفح، نكتب فوق JS4W، نكتب JIS4W.com، بفتح لنا هذا الموقع. طبعا هذا الموقع مهم جدا لكل مهتم في نظم معلومات جغرافية JIS. ليش؟ لأنه موجود عندنا قسم فيه دورات مجانية مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم في برامج الـ RJS، وقسم لتنزيل برامج تدعم الـ JIS مثل الـ Global Mapper والـ Civil 3D والاوتوكاد والكيو جي اس والار جي اس، بالاضافه لقسم خاص بالارك تول بوكس فيه شرح لجميع صناديق الادوات ومجموعات الادوات والادوات جميعا، بالاضافه لقسم فيه مقالات في نظم المعلومات الجغرافيه وقسم في المعلومات الجغرافيه. طبعا قبل الشرح في عنا تم ترجمه كلمات من الانجليزي الى العربي، لذلك يفضل قراءه ملاحظات مهمه لفهم الكلمات عند تحويلها من اللغة الإنجليزية للغة العربية من خلال مقال موجود عندنا في هذا الموقع. بنروح على أداة البحث وبنكتب مقدمة المرحلة الثانية، بيظهر عندنا عدة خيارات. بنروح على الخيار الأول، المقال الأول، نضغط عليه، بنقلنا على هذا المقال. في بداخله مجموعة من الملاحظات يجب قراءتهم قبل فهم شرح ووصف جميع الأدوات وصندوق الأدوات. ننزل الأسفل قليلا، في عنا موجود منطقة الملاحظات، في عنا كلمة معالم أو ميزات الفيتشرز. المعلم أو الميزة تعني الظواهر الجغرافية، يعني وين ما أشوف كلمة فيتشرز، يعني وين ما أشوف كلمة معلم أو ميزات أو ظواهر جغرافية مقصود فيها الفيتشرز. يعني مثلا أنا عندي طبقة طرق فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر فيتشر. وكلمة فئة الميزة Feature Class مقصود فيها الطبقة داخل قاعدة البيانات، والطبقة أيضا تتكون من مجموعة من المعالم والميزات Features. كذلك الطبقة داخل قاعدة البيانات بتكون باسم Feature Class، أما لما تكون الطبقة لوحدها بتكون Shape File. وكلمة سمة أو سمات وين ما بنشوفها بكون مقصود فيها جدول البيانات الـ Attribute Table الخاص بالمعالم والميزات الجغرافية. كلمة النقطية أو البيانات النقطية مقصود فيها الراستر داتا والبيانات المتجهة الفيكتور داتا، وأيضا أي نوع من البيانات بتم إضافتهم داخل التابل أوف كونتنت بتسموا طبقة أو لاير. إذا بعد قراءة هذه الملاحظات المهمة بنتقل على شرح صندوق أدوات البارسل فابريك. طبعا بروح رايت كليك على هذا الصندوق، بضغط على بروبرتيز، بقوم بنسخ هذا الاسم ولصقه داخل أيقونة البحث. بفتح عندي أكثر من مقال اللي خاص بالبارسل فابريك. إذا بعد ما أقوم بالبحث عن اسم صندوق الأدوات البارسل فابريك تولز بيظهر عندنا عدة خيارات. ننزل على عرض المزيد وبنختار المقال المطلوب. طبعا موجود عندنا شرح باللغة الإنجليزية، وفي عندنا الصندوق المطلوب هي موجود عندنا هون، صندوق أدوات قطع الأراضي البارسل فابريك، اللي هو عبارة عن جعل طبقة البوليجون اللي بتمثل الأراضي، نكون بجعلها كنسيج. نسيج يعني مترابطة مع بعضها، لا في عنا أوفرلاب ولا في عنا جاب، هذا المقصود في البارسل فابريك. ندخل على هذا المقال، موجود عنا شرح، من الأفضل نكون بقراءة شرح هذا صندوق الأدوات.
إذن يحتوي صندوق أدوات البارسل فابريك على أدوات بتعمل مع الفئات الميزات اللي هي الفيتشر كلاس الداخلية وجداول البيانات الخاصة بقطع الأراضي. أيضا باستخدام الأدوات يمكننا تحميل البيانات إلى قطع أراضي أو بإمكاننا تحويل أي طبقة خاصة بالأراضي. يمكننا من خلال استخدام هاي الأدوات تحميل وتحويل البيانات إلى قطع أراضي. إذن بعد ما أقوم بقراءة الشرح عن هذا صندوق الأدوات، أنا هيك أخذت فكرة عنه. بالإضافة لمجموعة الأدوات، في عنا في هذا الصندوق بالبارسل فابريك في عنا 1 2 3 ثلاث مجموعات أدوات. فأنا بقوم بقراءة وصف كل مجموعة أدوات، بقوم بفهمها. وأي استفسار في هذا المقال من خلال قسم التعليقات، بقوم بكتابة أي استفسار أو أي مشكلة راح يتم الرد. ننتقل إلى شرح جميع الأدوات. بنروح على الارك ماب، نختار اي اداه. مثلا في عندنا اللود اتوبولوجي تو ابارس الفابريك اول اداه، بنقوم بنسخ هاي الاداه. طبعا هاي الاداه موجود عندنا نص باللغه الانجليزيه بيوصف لنا هذه الاداه، تم ترجمته من خلال موقع جاي اس فور وي. بنروح على ايقونه البحث وبنكتب اسم الاداه، بيظهر عندنا عده خيارات. في ان هاي الاداه اسمها تقوم بتحويل التوبولوجي الى قطع اراضي، نضغط على هذا الخيار. طبعا موجود عندنا صورة الأداة، كذلك مسار الوصول للأداة ووصف هاي الأداة. طبعا لو قرأنا وصف هاي الأداة، تقوم هاي الأداة بتحميل ميزات المطلع البوليجون يعني والخط اللي راح نستخدمها في إنشاء الهيكل التوبولوجي في قطع الأراضي المستهدفة. طبعا بناء على عدة شروط في التوبولوجي، طبعا شرح التوبولوجي راح يتم وضع رابط في أسفل هذا الفيديو في شرح لإنشاء التوبولوجي الخاص بالنقط او اللاين الخطوط والمضلعات والبوليجون. اذا شروط المعينة، في عنا شروط معينة لازم نستخدمها من خلال التوبولوجي عشان نقدر نحول التوبولوجي لبارسل فابريك. طبعا الشروط، في عنا 5 شروط خاصة بالخطوط وشرط خاصة بالمضلع. انا مجرد ما اجي اقرأ اي شرط، مثلا يجب الا يتداخل الخطوط مع ذاتها، انا هيك فهمت الشرط اللي لازم استخدمه في التوبولوجي قبل انشاء البارسل فابريك. بالإضافة لذلك في عنا صورة الأداة، في عنا 12 مدخل. مثلا هاي موجود عنا جميع المدخلات 12 مدخل. مثلا أنا بدي أقوم بقراءة شو المقصود في الـ Direction Type، بروح على الصورة بضغط عليها Direction Type اللي هي رقمها 8. بنزل على شرح المدخلات، بروح على رقم 8، بنزل على رقم 8 اللي هي Direction Type يعني نوع الاتجاه، وبقرأ شو المقصود في هذا المعامل أو هذا المدخل. وأي استفسار لهاي الأداة أو لغيرها من الأدوات، بقدر أنا من خلال قسم التعليقات أقوم بكتابة تعليق أو سؤال وراح يتم الرد. مثلا بكتب أنا أي إشي تعليق، بعدها بروح على كلمة نشر، وفريق عمل موقع جي اس فور وي راح يتم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة وحل المشاكل. أيضا أعزائي المشاهدين والمتابعين، من خلال موقع جي اس فور وي أنا بقدر مش بس أستعلم عن أي أداة موجودة بالبارسل فابريك، أي أداة موجودة داخل أركتل بوكس بقدر أستعلم عنها. يعني لو رحت على صندوق أدوات التتبع ورحت على الأداة الثانية بهذا الصندوق مثلا، ورحت عملت بدي أنا أفهم شو المقصود بهاي الأداة، بعملها كنترول سي، بروح على الموقع وبلصق او بكتب اسم الاداة المطلوبة، بضغط على انتر، بيظهر عندي اكثر من مقال فيه كلمة فيه اسم الاداة، لكن انا بختار الاسم المطلوب اللي هو انشاء طبقة تتبع. اذا هاي الاداة المطلوبة بضغط عليها، بقوم بقراءة جميع المدخلات اللي فيها بالاضافة لوصف هاي الاداة. يعني هاي الاداة مقصود فيها تقوم بانشاء طبقة تتبع او تعقب من فئة المعالم الفيتشر كلاس او اي طبقة تحتوي على بيانات مؤقتة. طبعا هاي جميع المدخلات، في عندي انا 11 مدخل، بقوم بقراءة المدخل المطلوب واي استفسار من خلال قسم التعليقات، بكتب اي تعليق وبضغط على كلمة نشر وراح يتم الرد. واتمنى من الجميع اخذ فكرة كيف يستعلم عن اي اداة موجودة داخل اوركتل بوكس من خلال موقع جي اس فور وي. وشكرا على المتابعة والسلام عليكم.